الكرة الطويلة، محمد دهويدي يحصلها، محمد عبها خطيرة خطيرة، نايف زويدي شوت، الله كأنه يرد علي وليس على جمهوره، كأنه نايف زويدي يرد علي على الفرصة اللي ضيعها، ضيع السهل وسجل الصعب في الدقيقة 20. كابتن السالمية نايف زويد، نايف زويد يفتتح التسجيل في الدقيقة 20 في كرة قوية الحقيقة ومن قلب شاتها، كأنها الكرة الأولى اللي شاتها، كأنها الكرة الأولى. يجري تبديلي في اللحظات الأخيرة، خلينا نشوف الركنية الآن، ملعوبة خطيرة، ساعد بالراس والإبعاد سان بير، لا زالت خطيرة، جول الأسترالي مكجوان يحط الكرة قوية في المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع. الأسترالي مكجوان ريان المتقدم مع الركنية الثامنة يسجل الكويت، ويطالب مطالبة بماذا؟ مطالبة بخطأ، مطالبة بماذا؟ سالمية يطالبون، ارتفعت أعلام نادي الكويت بالفرحة.